السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم مثل ما انا شايفين كارت ليزرية قلبكم، بدنا نقيس الفولتيات. طبعا هلا هي الدارة اللي عندي شغالة، بس هذا الفيديو حبيت اعمله للمبتدئين. طبعا هلا مثل ما لكم شايفين، بالنسبة للفحص الكهرباء العادية بنحط هون على هالطرف، تمام. هاي هون طرف الدي سي، في عندك متناوب في عندك مستمر. طبعا هلا هون الفيشة الكهرباء، تمام اصدقائي، نفحص هيك مثل ما لكم شايفين الكهرباء 217، تمام. بنشوف الفيوز، وين الفيوز؟ مثال هاي الفيوز هون، نفحص هيك الكهرباء فايتة هيك عن طريق. طبعا هاي الامكانيات بالنسبة للكاميرا لوضوح الصورة اللي بطلع بايدنا ان شاء الله اكثر ما من حسين من حسين. شايفين جاي ال 220 للموحد الجسري او الجسرية او البريج دايود، بقى ما بعرف، في كل ناس لغتها. هاي هيك فكيت الكهرباء، هاي هيك وصلت، تمام. سمعنا صوت الزمور. هلا بنحط هون فرضا على 1000 فولت، نتوجه على المكثف ال 4.7. المكثف ال 4.7 هلا هون هي لمبة 100 شمعة، تمام. المكثف اذا بدنا نقيسه عن طريق اللمبة شايفين شباب، هاي على المكثف فيه عليه كهرباء. وقت اللي بيكون على المكثف الاربعة فاصلة سبعة، طبعا مثل ما لكم شايفين، هاي رح نقرب الاقطار قديه 300 فولت، تمام شباب. طبعا ال 300 فولت اصدقائي بتجي عن طريق الفايبر 12، رايحه لهون على الفايبر 12 ورايحه قسم من الخطوط على الترانس الاصفر، تمام. هي فك الفريز، راح ارجع اجيك الوسطة السيارة عندي. عندي الوصلة ما لها فيشة، هي بس رح احط تشيك على السوا. طبعا بنرد من عيد، سلام عليكم. طبعا نرجع لكم اصدقائي، بنرد من عيد. هون المكثفات مثل ما انا شايفين عليه تقريبا شي 300 فولت. هذا المكثف ال 4.7 400 فولت، بيجي عليه 300 فولت. طبعا هلا هون راح نقيس التغازي اللي بتخرج. هلا وقت بتكون عندنا الفايبر 12 شغاله، بصير الترانس الاصفر يخرج الفولتيات، تمام شباب. هلا مثال حطينا هون هذا خط الارضي اللي رايح على المكثف، تمام. هلا هون نرجع نعيد 300 فولت. هلا هون الديودات المتخرجه، هلا هون مثل ما انا شايفين قد ايه عم بيعطي 18 فولت، تمام. هون انا حيط على الالفا، هاي رح حط على 20 مشان يبين اوضح وافضل. مثل ما لكم شايفين 18.65، تمام اصدقائي. هلا وقت بتشتغل الليزريه وبيشتغل المروحه، هلا بجوز احد الاصدقائي يعلق لي يقول لي انه اخ محمد عم بيعطي 18 فاصلة. وقت بتشتغل الليزريه بيهبط الفولت، تمام، بيهبط لل 18 و20، يعني فاصلة 20 فولت. هلا هون اول واحد بيعطي 18 فولت، واحيانا كمان الافا هو بيعطي كمان حساسية الاخطاء، تمام. الدايود اللي يحده مثل ما لكم شايفين 8.94 فولت، تمام شباب.
الثمانية فاصلة تسعين فولت هذا بيجي هيك عن طريق التنظيم الخمسة فولت، شايفين؟ هلا هون لازم الافو عندي يعطي 5 فولت، قد ايه عم بيعطي؟ 4.87، يعني الافوهات الديجيتال احيانا فيها نسبة اخطاء، تمام شباب؟ واضح عليكم؟ طبعا المعالج عاطل، بتشوف التنظيم ال 5 فولت صار يحمى يصير نار. يعني اليوم الفيديو هيك ما نشرح، الفولتيات تدخل لهون. هي رح شيلها بالكهرباء. هاي هون حطينا هيك شباب على الزمور، تمام؟ لاحظوا معي هلا هاي الليزرية شغالة، منشان عندكم هون أول شغلة ما يمشي الحال. هلا هون فرضا المقاومة هاي، تمام؟ هلا بجوز ما تبين واضحة على الصورة، بس أنا رح أقولكم أحمر أحمر أسود، بمجرد ما نفحص عليها لازم تعطي زمور. هلا أحيانا الفيش تبع الأفو كمان بتفك تعمل، ملاحظين؟ هلا أنا عم بفحص أصدقائي المقاومة الأحمر أحمر أسود، تمام؟ بالنسبة للديودات هلا بنلاحظ هيك الساعة ما أشرت، تمام؟ نقلب الافو بالعكس بنشوف هالرقم. طبعا بالنسبة للديودات طرف بيعطي مثل ما احنا شايفين 482، بنقيس بالعكس ما لازم يعطي. إذا صار يعطي هلا احيانا على الخريطة ما فينا نفحصه عن طريق الخريطة، بده يكون مفكوك. هي بالنسبة للديودات، وعلى كل بعمل لكم فيديو تاني لقياس كافة القطع. بالنسبة للقطع للمسفت الموحد الجسري والمعالج أحيانا ما بينفحص، بده فحص تجريب. أهلا وسهلا بالشباب، أخوكم أبو منير.